على مباراه الجزائر، لان هي دي النهارده يعني الاستفاده الحقيقيه والاختبار الحقيقي بشكل كبير جدا. بتشوف المباراه النهارده ازاي، وهل ممكن يبقى في خطه اللعب من وجهه نظرك على مدار ال 90 دقيقه؟ فيكتوريا هيتعامل ازاي وجمال بالماضي يتعامل ازاي على مدار ال 90 دقيقه؟ بص، بالنسبه لجمال بالماضي نبتدي بيه عشان منتخبنا هياخد وقت مساحه في الكلام. جمال بالماضي عنده مشاكل في منتخب الجزائر. منتخب الجزائر تعثر لفترات، منتخب الجزائر خرج بعد يعني كان اخر انجاز في 2019 لما اخذ كاس الامم الافريقيه، من بعدها وهو تائه تماما حتى في الوصول لكاس العالم. التمثيل اصبح مشرف شويه لمنتخب الجزائر على مستوى النتائج وعلى مستوى المستوى نفسه والاداء. فالراجل قال انا مش حابب اسيب منتخب الجزائر، الكل انتقدني، الكل طلب ان انا امشي من منتخب الجزائر، ولكن انا بحترم هذا المدير الفني، بحترم هذا الرجل في كينونته هو كرجل قبل ان يصبح مديرا فنيا لمنتخب الجزائر. قال انا بحب ارسم البسمه على شفاه الشعب الجزائري. كلمه جميله، بيفكرني الله الراحل الله يرحمه كابتن محمود الجوهري طبعا. كابتن حسن شحاته ما اقدرش ننساه ببطولاته، لكن الجوهري كان ليه عواطف وانسانيات اخرى وجيل اخر، لكن كامل احترام طبعا لكابتن حسن شحاته اللي عمل اللي ما عملوش برده الجوهري ثلاثيه كاس الامم الافريقيه. ولكن في النهايه جمال بالماضي بيحاول ان هو يبقى رمز في الجزائر، فقال بحاول اعمل توليفه جديده وبحاول اطلع مستوى وجيل جديد من اللاعبين، وعايز يعمل حاجه في كاس الامم الافريقيه ويصل. ونتمنى ده طبعا اشقاء العرب يتالقوا في كاس الامم الافريقيه. ده على مستوى منتخب الجزائر اللي بيحلم النهارده ان هو يفوز على منتخب مصر. قال ان انا بقابل منتخب كبير، منتخب متماسك، ده في تصريحاته قبل المباراه اليوم ان شاء الله الليله. فالراجل اتكلم بشكل هايل جدا وبيطمح وبيطمع في منتخب مصر. على المقابل فيكتوريا تصريحاته كانت متزنه جدا، قال بقابل منتخب كبير، ولكن منتخب مصر اصبح له شخصيه واضحه. انا حابب تصريحات فيكتوريا. فيكتوريا على مستوى التصريحات الاخيره اتكلم بشكل هادي جدا، بشكل متزن جدا، بشكل مسؤول جدا، عارف هو ايه ورايح فين. لعظم في منتخب مصر وقال ان انا عندي منتخب ذو حيثيات وكذا لا خالص، قال ان انا شخصيه منتخبي واضحه للجميع، طريقه اللعب واضحه، بحاول ان انا ابني منتخب قوي قادر ان انا اصل بيه لنهايه كاس الامم الافريقيه ونهايات كاس العالم. فتصريحاته متزنه، لا هي البروباجندا والدعايه التي لا تستحق تماما انك تنظر اليها حتى، ولا هي متدنيه، لا هو عارف هذا الرجل هو بيعمل ايه في منتخب مصر، فاتمنى له النجاح وان كان لم يظهر حتى الان. ولكن بالارقام الراجل 10 مباريات فايز في 9 خسران واحده في تونس، وكان ليه مبررات بقى ان لاعب الاهلي ما كانوش موجودين و و و ودي نقطه مهمه طبعا طبعا المنتخب يعني اهلي مش هضحك على بعض، منتخب يعني اهلي وزمالك وبيراميدز وبعض اللاعبين، ولكن القوام الاساسي بيبقى اهلي وزمالك، وحاليا النادي الاهلي طبعا الاعمده الاساسيه في منتخب مصر، فكان صعب. فالمباراه صعبه جدا ولكن هي متزنه في كل شيء.